عزيز الشافعي. عزيز الشافعي موهبة مختلفة تغرد في منطقة خاصة بها. كبار النجوم استعانوا بيه وعملوا أغاني ناجحة جدا، بس هي أغانيه وألحانه حلوة من قبل ما النجوم يغنوها. لا يخفى على المشاهد إنه في مغني ممكن لما يحط صوته على تراك مزيكا بيصنع الأغنية. أغنية عزيز الشافعي بتبقى مصنوعة من قبل ما أي مطرب أو مطربة يحطوا عليها صوتهم. موهبة، تنوع، حالة رائعة جدا بيضيفها عزيز الشافعي في كل الأغاني اللي احنا بنسمعها دلوقتي. يا جماعة نسي العود، هنجيب العود ونيجي على طول، ما تقلقوش. العود افتح يا سمسم، عود عزيز الشافعي. ايوه كده. ايوه كده. اه اسمعوا من لحظة عارف؟ لا سلاح التنين. شكرا. مدلعيني جامد قوي. حاسس ان انا متدلع جامد. انت اللي مدلعنا اغاني حلوه وناجحه وجميله و... ربنا يخليك يا رب. ميرسي عزيز الشافعي، ببارك لك على هيتس ونجاحات كتيره جدا ما شاء الله في الفتره اللي فاتت. ربنا يبارك فيك. متشكر جدا. الفتره اللي فاتت فعلا كنت محظوظ الحمد لله ان اغاني كتير حلوه نزلت، وده كان مخوفني وهي بتنزل، لان انت لما يكون عندك حاجات حلوه بتبقي عايزاها تنزل في اوقات متفرقه عشان النجاح يمتد وعشان ما ياخدوش من بعض. بس الحمد لله يعني كرم من عند ربنا، كله ترند وكله ناجح وكله الناس مبسوطه بيه، وانا مبسوط طبعا اكتر من اي حد الحمد لله. واخر 3-4 سنين يعني ما شاء الله ما شاء الله. خليني اقول توضيح تمهيدي وبعد كده هندخل في التفاصيل. التوضيح التمهيدي انه ليه عزيز الشافعي اتاخر عشان اغانيه الناجحه دي الناس تسمعها وتعرفها. واحد، لانه هو اصلا مهندس اتصالات عين شمس واشتغل في الهندسه كتير مش قليل. اتنين، لانه تزوج مبكرا جدا فكان يعول وكان لازم يقعد يشتغل موظف عشان يصرف على بيته واولاده. فده اخد كتير قوي 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 لحد ما قالوا ايه ده الراجل ده بيلحن كويس جدا. ده اختصار مخل. ده صح. لا ده حلو. يبقى مظبوط ان صاحب بالين دايما بيبقى برضو زي ما بيقولوا كذاب. فانا كنت ببدا خطواتي في المزيكا، وفي نفس الوقت انا مهندس وشغال مهندس واشتغلت مهندس فتره كويسه، وده كان جزء مهم في حياتي يعني. على ما انا قررت بيني وبين نفسي ان خلاص يعني ده وقتها ان انت تتفرغ تماما للمزيكا. ده كان بدايه ان انا يعني الناس تحس بيا اكتر. بس انا من الاول مثلا وانا لسه مهندس عملت بلاش الملامه مع خالد سليم، بقى لها سنين طويله يعني، والحمد لله انها نجحت جدا ساعتها ولسه لغايه دلوقتي. ايوه المتوقع بقى انه بعد الاغنيه دي ما نجحت انه استمر بقى. اللي لحن دي يستمر. انت فضلت كنت في الهندسه بقى واجباتك بعمل حاجات تانية الهندسيه والاسريه.